إذا سحب الثقة من حزب من الحكومة هاو فما زادشكم فيهم أمضى على سحب الثقة من الحكومة. موقفكم اليوم من لائحة سحب الثقة لو مرت الأنظار وعلى أنظار الجلسة العام عندكم لوم على إدارة وتسيير السيد راشد الغنوشي لأعمال البرلمان؟ شوف ستان كونستا قاعدين يقوموا به الناس الكليك هو أنه اليوم فما مشهد برلماني غير مشرف، التوانسة ما يراوش أرواحهم فيه، المواطن ما يراش مصلحته فيه، السياسيين حاشمين منه، فما بالك من النواب اللي هما قاعدين يعيشوا تحت هذا الضغط بصفة يومية، سواء النواب اللي مشاركين فيه المشهد ذاك أو من النواب اللي هما موجودين يتفرجوا. ماذا بيهم أنهم يقولوا ستوب باستا يزي كهو فيه البركة، ولكن ثم موجة كبيرة قاعدة تهز نحو الفوضى، والفوضى هذية إذا كان اليوم قاعدين نشوفوا فيها في البرلمان احنا نتمناو انه ما نراوهاش في بلايص اخرين، ما نراوهاش في الشارع. باش نكمل الفكره نتاعي، اذا حزب قلب تونس ماهوش موافق وماهوش فرحان بالشيء هذا، وعلى ذاك قلنا نجيو ونحطوا على الطاوله هالمساله هذيا نتاع اداره الشان البرلماني، طريقه التعامل ما بين الكتل، ميثاق اخلاقي ينجم ينظم التعامل ما بين النواب ما بين الاحزاب الممثله داخل البرلمان، هذا الكل يتحكى فيه مع بعضه، وهذا ما ياخذش برشا وقت، ينجم ياخذ نهار نهارين ونخرجوا منها الحكايه هذه. سحسونا في تفاعل أخيرة مع سي كلام جوهر ومن ثم نواصل الحوار معاك لو سمحت. سحسونا، إذا المقترح هو الحوار.